السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعين قناة المرأة. اليوم غادي نعملو عصير لذيذ ومغذي، مكونات مفيدة ولذيذة، عيه هو بوحدو راه غذاء كامل. ندوزو المكونات. عندنا القرع الأخضر أو اليقطين اللي هو مذكور حتى في القرآن، هو اللي كان شفى سيدنا يونس ملي خرج من بطن الحوت، وهو كيعمل تجفيف الجسم من الدهون، عنده فوائد كبيرة للجسم. وعندنا لافوكا، عندنا دانون فاني، ساشي ديال فاني، وعندنا لتر من الحليب، وعندنا السكر حسب الذوق. ودابا غادي ندوزو للطريق. الطريقه غادي نبداو باليقطين، غادي نغسلوها مزيان ونقطعوها، وغادي نعملوها تسلق ولا تبخر، انا كنفضل نبخر. ودابا من بعد ما طحنا القرع الاخضر ديالنا، عملنا النص ديال لافوكا، ما عملتها شي كامل، عملت عين النص، واللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها، لانه هو بوحديتو كيجي بلا لافوكا كيجي كانه هو عصير كامل ديال لافوكا. وهذه فرصه عندكم ان باش توكلوا لكم القرع الاخضر تعملوا لهم العصير، انه على اساس انه لافوكا عادي يشربوه وعيستافدوا من فوائد ديال القرع الاخضر. كيجي لذيذ وكيجي رائع وممتاز، كنتمنى انكم تجربوه. ملي غتجرب هذه هي الخصوره ديالو، يجي رائع وجديد، تشبعوا شي منه غتشكروني عليه. والان غادي نكون وصلنا لنهايه الحلقه، السلام عليكم وشكرا بزاف.